السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في كويزين شهرزاد. اليوم ما شاء الله جبتكم لي فلوفي بانكيكس. هادو لي فلوفي بانكيكس سون دوريجين دو جابون. ان شاء الله يعجبكم هاد لا فيديو تاع اليوم. الو نقولوا بسم الله ونروحوا للمقادير تاعنا. واش عندي لهنايا؟ عندي لهنايا كميه صغيره تاع الحليب، راكو تشوفوا ميم با قيس هكذا قيس كاساتي. عندي 3 مغارف كبار ونص تاع السكر، عندي 2 حبات تاع البيض يكونوا على درجة حرارة المطبخ، عندي 2 لافاني، عندي 1 باكي دو ليفيغ شيميك ما حنستعمل ميم با ربع، وعندي 3 مغارف كبار تاع الفرينة. شوفوا لهنايا جي سيباري لي زو، يعني لي جون دي بلون كيما راكم تلاحظوا. حطيت فلاتيرين هادي 2 صفار تاع البيض، حطيت عليهم كمية صغيرة تاع لافاني، هذا واش قاعد لي في لابواط، ونحط عليهم قسم مغرف كبيره تاع السكر، وحنزيد عليهم كميه صغيره تاع الحليب، وبعد نشوف اذا نسحق اذا نزيد ولا لا. وحطيت معاهم كميه يعني 3 مغارف كبار تاع الفرينه مع ربع كيس تاع خميره الكاطو، يعني خميره كيميائيه. كما كنت تلاحظوا لهنا خلط كلش بالفوي باش هكذا نتفادى كاع هذوك لي غريمو بهذا الشكل. نقعد نخلط مليح. لهنايا زدت شويه حليب، شوفوا يعني استعملت ميم با 3 مغارف كبار تاع الحليب، وقعدت نخلط بالفوي بهذا الشكل. هذه المرحله الاولى. هادو لي فلوفي بانكيكس بزاف سهلين، تقدروا ديرهم الصباح برك. لهم طريقه خاصه للطهي، هذه هي. لهنايا هذوك لي دو بلون دوف اللي طلعتهم مع قرصه تاع الملح راح نطلع لي المورينغ. هادو هما اللي باش معروفين لي فلوفي بانكيكس، يعني صدقوني راح يجو بزاف بنان، وسورتو لا تيكستور تاعهم واش نقولكم، تحسوا بلي انياج في فمكم. واش نقولكم بزاف بنان سيوهم، وسورتو انا درت كميه صغيره تاع اون اسيت، نتوما تقدروا تضاعفوا الكميه. كما راكم تشوفوا لهنايا هذوك لي دو بلون دوف لي قادو لي، واش درت لهم؟ طلعتهم مع قرصه تاع الملح، وزدت عليهم الكميه تاع قيس 2 مغارف كبار تاع السكر لي قعدت لي، الكميه لي قعدت لي تاع السكر. ومن بعد نحط قيس هكذاك قيس مغرف كبيره، يعني كميه صغيره نحطها في لاباري الاولاني بهذا الشكل، نخلطو ومن بعد نعاود نرجع هذا لاباري، نعاود نرجعها في لا بروميير تيري لا دوزيام تيرين اللي فيها لا ميرينغ. هادو لي بانكيكس معروفين بلا ميرينغ تاعهم، اللي حطيت لهم اون تيكستور بزاف بنينه وبزاف مليحه في الفم، سي بور سا يعيطوا لهم دي فلوفي. لهنايا عاود حطيت هذيك الخليط في تاع لاتيرين الاولى ولا غيسيبيون الاولاني، نحطو فوق هذيك لا مورينغ بهذا الشكل، ونطلع ونحبط باش هكذا باش ما تطيحليش هذيك لا مورينغ كيما راكم تلاحظوا. وهاوليك لاباري تاع فلوفي بانكيكس، صدقوني راح تجو رايحين يجوكم هكذا قيس 5 حبات، نتوما تقدروا تضاعفوا الكميه. شوفوا هاد لا روسيت عطيتها لكم من قلبي، علاه؟ باسكو ا شاك فوا كنت ا شاك فوا نسيهم وما يخرجوليش، ا شاك فوا يسيهم وما يخرجوليش، اي فورس ا فورس كنت نديرهم. واش بديت سافا، بديت جو ريوسي لا روسيت. وهاي ليك لهنايا بعد ما نجحت فيها وعاودتها عده مرات، هاني جبتها لكم باش هكذا تقدروا ديروها لدراري صغار ولا ديروها، صدقوني راح تكون بزاف بنينه. شوفوا لهنايا اللي بديت لا كويسون تاع لي فلافي بانكيكس تاعي. شوفوا لهنايا سخنت، لازم تكون حاجه المقله تاعكم تكون عندها الخطه تاعها، هذه سي اوبليغاتوار. دهنت المقله تاعي بشويه زيت كما راكم تلاحظوا، حطيت عليها لي بانكيك تاعي لاباري، حكمتها بلا لوش، تقدروا ديروا ميم اون بوشادوي كيما تحبوا، وغطيتها كما راكم تشوفوا لهنايا على النار تكون قليله. علاش النار تكون قليله؟ باش ما طيبناش غير من التحت، السطح تاعها يطيب ومن بعد من الداخل تجينا معجنه. لا نقصوا كاع النار تاعكم وخلوهم يطيبوا. انا دهنتهم بشويه زيت، وشفتوني لهنايا درت قطرات تاع الماء. علاش درت القطرات تاع الماء؟ باش طيب هذيك لافابور طيبهم لنا. شوفوا لهنايا بعد ما طابوا راني نسيت نقلب فيهم،
بهذا الشكل راح نقلبهم. انا هاي لك الاولى اللي قلبتها وهذه الدوسيام. شوفوا كيفاش يجوك لي رغوه وطابت كما نف بوشي هكذاك راحين يجو. شوفوا لهنا كي قلبتها لهنا نزيد نخليها طيب ونزيد لها بيان سور كلكو غوت تاع الماء ونغطيها. لازم لي فلوفي تاعكم لازم يطيبوا وهم بالخطا لازم يطيبهم. شوفوا لهنا اللي درت قطرات تاع الماء ونغطيهم هكذا ويطيبوا بعقلهم على نار قليله. سافا فو بروند من 8 دقائق 9 دقائق وراهم واجدين. هاهم لك لهنايا بعد ما طيبتهم قلت لكم بلي قلت لكم بلي درتهم درت 5 بهذا الكميه زوج حبات تاع البيض يجوا 5. نتوما سا ديبون اذا حبيتوا تزيدوا ضعفوا الكميه مي برك تبعوا الخطوات راحين صح يبانوا لكم سهلين مي سورتو في الطياب تاعهم اللي هما اللي واعرين. هذا مكان شوفوا لهنايا انا جليزي سيرفي بلا كونفيتور دو فريز كيما راكم تلاحظوا حطيت وحده فوق وحده و جي سو بودري بلا سكر كلاص من الفوق كتزيين بسيط فقط مي صدقوني حين يجوكم بنان. شوفوا دي فوا نقولهم هذوك لي جابوني نقولوا علاش هما يديروهم خير منا مي فينالمون ميم حنا نقدروا نديروهم وساهلين بالبزاف. كنت نشوفهم بزاف في التيك توك ومن بعد فرصة تعلمت واني جبت لكم الوصفه تاعهم. شوفوا ساهلين بالبزاف ان شاء الله تعجبكم الوصفه. اذا عجبتكم الوصفه خلوا لي ان تي جيم وخلوا لي كومونتير واعطوني رايكم فيهم في هادو لي فلوفي بانكيكس. واذا تقدروا تبعتوا التطبيقات تاعكم جفي لي بوستي اون ستوري في الانستغرام تاعي اللي هو شهرزاد اون كويزين. راح نقطع معكم هاملك لهنايا دو بري راح نقطع معكم كميه نقطعهم وندوقهم قدامكم صدقوني سي اون تيوري. فوالا ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه تاع اليوم اللي خفيفه ظريفه. قلت لكم تقدروا تضعفوا الكميه ويخرجكم مانيفيك. هاملك لهنايا درتها لكم في صوره مصغره وهاوليك لهنايا في صحن التقديم. قلت لكم انا درتهم تقدروا ديرهم بنيتيلا تقدروا ديرهم بالعسل تقدروا ديرهم بالزبده تقدروا ديرهم باي مربى اللي حبيتوه اللي تحبوه. شوفوا لهنايا لا تيكستور تاعهم كيفاش هاي تكون سي اون تيوري. ان شاء الله بك تسيو هذه الوصفه. اذا عجبتكم قلت لكم ما تنساوش بانتجام وانا نقول لكم الى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله من مطبخ شهرزاد. ما تنساوش ديروهم لولادكم وسي ولا الافراد العائله باسكو تقدروا ديروهم غير مع الصباح. وانا نقول لكم الى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله.